يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل: يا رب أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني بما اتبعنا أوامره واجتنبنا ما نهى عنه وبمحبتنا له؟ أي لو اقتصر على آخره طيب، أما قول أتوسل إليك بنبيك هذا محل إيهام فيترك. أتوسل إليك باتباعي لنبيك ومحبتي له واقتدائي به إلى غير ذلك. نعم.